يسعد صباحك نور. يسعد صباحك رشا، كيفك اليوم؟ تمام. شو الجاكيت الحلوة؟ ميرسي. كيفك انت؟ كيف الاولاد؟ تمام. كيف المدارس؟ كل شيء. هلا مبسوطين بعجقة المدارس. هلا ما الكل مبسوط بعجقة المدارس بصراحة يعني. بس بعد فترة طويلة من العطلة من الصيفية راحت بال شوي. تماما نور، بس ولكن شوي نحن عندنا مشكلة بالوقت بيكون عندك دوام بدك تفيقي تلحقي بين ما ظبطتي أمورك وظبطتي أمور ولادك. هيك الكواليس ما حدا بيعرفها، بس نوعا ما الضغط اليومي بيكون أقل، بيخف لأنه كل المسؤوليات تقع للأسف على عاتق المرأة. أكيد. هي الدردشة الصباحية اللي بنحكيها دائما. على فنجان القهوة. تمام. بس هلا الموضوع اخف، انا بحاول اشوف يمكن الجانب الايجابي، بتفائل شوي لانه الظروف يمكن قاسيه وصعبه على الكل، فبنحاول قد ما فينا نزرع الامل بحياتنا ان شاء الله ومشان اولادنا. ان شاء الله هيك نقدر، الله يبعث لهم ايام حلوه وايام تعوديه عن الايام اللي راحت يعني، ونقدر نامل لهم هذا المستقبل الحلو يلي نحن بنحلم فيه. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل حدا رافقنا بصباحنا ورحلتنا الصباحيه لليوم. تمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل معه كل شيء حبوا، قولوا يا رب وخلونا نبلش هذا النهار. وأكيد صباح الخير لكل الكادر الفني اللي مرافقنا بالكنترول. يسعد صباحك عن جديد رشا، وصباح جميع مشاهدي الإخبارية. دائما أمنياتنا مع بداية كل نهار أنه يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق والانفراج لكل الناس يا رب. رحلتنا الصباحية بلشت فيها محطات عديدة، أكيد من دمشق والمحافظات السورية لهم حصة برحلتنا لليوم، لكن كالعادة خلونا نروح لفاصل غنائي ونبتدي رحلتنا الصباحية. ومثل ما العادة وقبل ما نبلش أولى فقرات صباحنا لليوم، خلونا نروح لذاكرة الصباح ونشوف أهم الأحداث اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 19 تشرين الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1812 تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتلالها. بعام 1954 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر خلال 20 شهر. وأيضا في عام 2014 المذنب إيوان يعبر قريباً جداً من المريخ، وقد تم رصده عبر مسبارات سطحية وأقمار اصطناعية. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1862 أوغاست لومير، فرنسي من أوائل صناع الأفلام. وبعام 1910 الفنان الكبير فريد الأطرش، مغنٍ وملحن سوري. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1937 إرنست ريذرفورد، عالم كيمياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 1908. أما هلأ رشا بننتقل لجامعة دمشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تحتضن فعاليات أيام مؤتمر الحداثة والتجديد في التراث العربي برعاية جامعة دمشق واتحاد الكتاب العرب ومجلة التراث العربي والاتحاد العام للحرفيين. فقد تجولت كاميرا صباحنا غير بالمؤتمر ورجعت لنا بالتفاصيل، خلونا نتابعها بالمادة التالية. اشتغلت بهالمجال هذا تقريبا من شي 35 سنة، ولهلا متابع عليه القصة لأنه كان فيها روح بمعنى الكلمة. احنا بنشارك في كل المعارض لنحيي تراثنا، تراث سوري. هلا انا مشارك، هي مخرطة تراثية قديمة قبل طلوع الكهرباء،
ما كان في لا كهرباء ولا كان في شيء. شفت شلون طريقه التدوير تبعها بدون محرك بدون اي شيء. المخرطه هي هالبدائيه بسيطه، هي نحن كنا قديما نشتغل فيها رجال الكراسي، نشتغل فيها قطع الارابيسك، نشتغل فيها رجال الموبيليا. فهلا هي كونها هي صارت هلا هي من التراث، نحن كل شيء موجود غاب عن العالم من التراث بنورجي الاجيال. هلا نحن قاعدين هون بالجامعة لنورجي كل الشباب اللي جايين لهون عن المعرض يزورونا يشوفوا نحن تراثنا. مشاركتي حياكي عن النول، حياكة النول عندنا نحن بسوريا قديمة وبكل المحافظات. أنا من حمص مدينة النول، وهلأ جاي طبعا أنا اتحاد دمشق مع سكان دمشق وعم بشتغل بحياء القطع التراثية اللي انقرضت تقريبا على نول البسيط هذا اليدوي القديم جدا. والإنتاج تبعي بيطلع بساط، بيطلع لوحة عليها نقش قديم، عم بشتغل كمان بخيوط المهير هلأ حاليا شالات. طبعا كمان عندي أنواع الخيوط اللي بيشتغل فيها، في عندي الصوف، في عندي القطن، وفي عندي حتى الشراطيط من اللي بتقطعي هاي مثل إعادة تدوير بتعملي البساط القديم. شاركتي بمهنة المزيك، مهنة المزيك خصيصا يعني مدينة دمشق، منها الصدف والخشب الليمون، خشب الجوز وخشب المشمش، يعني عدة أنواع من الأخشاب. حرفة الدهان الدمشقي طبعا هي حرفة قديمة وعريقة، هي بيقولوا لها العجمي، بس هي الاسم الخاطئ فيها كلمة العجمي، هو الصحيح هو الدهان الدمشقي. نحن هون طبعا مشاركين عن طريق الاتحاد العام للحرفيين، موجودين ضمن هذا المعرض، ونحن كثير مبسوطين بهذا المعرض لأنه هو عم يعرف الطلاب على التراث المادي أو الغير مادي بالنسبة للحرف التقليدية اللي موجودة بسوريا. تبعي هي الرسم والزخرفة على الزجاج وتنزيل الميناء، حرفة قديمة تقريبا تراثية أكثر من 2000 سنة على زمان الفينيقي. مشاركتنا هي إعطاء الطالب أو الزوار ثقافة الحرفية عن هالحرفة، يشوفوا تراث بلدنا كيف بينشغل، كيف بيتم الأعمال فيها، بيصير في أسئلة وأجوبة. هي ثقافة حرفية، نقل الثقافة الحرفية لهالجيل الجديد اللي ما بيعرف المهنة. المشاركة بالنسبة لنا نحن بنتمنى المشاركات تكون بعدد كبير، لأنه بصير احتكاك مباشر بين الزبائن والشريحة المشترية والناس اللي بنتصنع مباشرة. يعني ما بيقي في أنه سعر ياهل لعطالب لنفرض بكوننا بكلية الآداب. لذلك بالنسبة لنا كتير منتعب على قصة أنه يكون في احتكاك مباشر منا، عنا التسويق بيزيد، وهني بالنسبة لهم طريقة الشراء بتكون أريح. نحن بالنسبة للاشتراك كان بموضوع الحرير الطبيعي ودودة الأز وتعريف العالم على موضوع الحرير وثقافة الحرير بسوريا، ونحن بشكل عام نحن من مصياف من بلدة دير ماما، نحن كانت كل دير ماما تشتغل بالحرير.
بشكل عام. اعتماد الحرير كان اولا على الورق التوت، كانت تجينا بعدين البيوض من برا، صرنا نعملها محليا بيوض الشرانه او دوده الاز، ونربيها نحن بطرق محليه وكذا، وعلى عده مراحل لحتى تصير شرنقه، وبعد ما تصير شرنقه بنحولها نحن خيط الشرانق لخيط حرير. بعد خيط الحرير في قسمين، قسم للنول اليدوي الموجود عندنا بالمنطقه، وقسم للكروشيه بالشغل السناره. قد ايه حلو القطع اللي استعرضناها نور ضمن تقريرنا من ضمن المعرض؟ صحيح، كنا طول الوقت عم نتابع التقرير ومبسوطين قد ايش في شغل حلو. والحرف السوريه التراثيه رغم كل الظروف، يعني اكيد بالحرب تم استهدافها بشكل ممنهج، مع ذلك الناس عم تحاول تحافظ عليها، الحرفيين متمسكين فيها، قد ايه جماليه هي النقطه، الحفاظ عليها. مثل ما قلتي مو بس ظروف الحرب اليوم ساهمت انه اليوم نبعد شوي عنا، كمان الظروف الاقتصاديه، ولكن وقت بنشوف هاي القطعه هيك حلوه قدامنا بترجع بتحسي هذا الاحساس الحلو، يعني صحيح لانه هي شيء ربيانين عليه، بس الظروف الاقتصاديه ساهمت فيها اساسا الحرب. صحيح، كيف فالحرفيين رغم كل الظروف استضفنا حرفيين كثير عبر رحلاتنا الصباحيه، بتلاقيهم عم يحكوا عن مسيرتهم، قديش محافظين على الحرفه، قديش عم يشاركوا هذا المهم بمعارض ومؤتمرات وخارج البلد وعلى حسابهم وما عندهم مشكله للحفاظ على هذا التراث. أكيد نحن دائما عبر صباحنا غير وكل الإعلام السوري دائما نحاول نضوي وندعم هدول الـ الأشخاص اللي عندهم هذا الحب والشغف للتراث السوري. اليوم ضيوفنا ضمن مساحتنا الأولى السيد فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية، والسيد محمد الكجاك حرفي في مجال تطعيم الخشب بالصدف. كرمال نحكي أكثر بشكل موسع عن مؤتمر الحداثة والتجريد. يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتكم. يسعد صباحك سيد فؤاد. قدي جميل اليوم المشاركة بهيدا المؤتمر للتعريف على الحرف السورية، وخصوصا أنه في طلاب جامعة التواصل معهم، قديش مهم يتعرفوا على الحرفة السورية اللي هي أساسا جزء من هويتهم الثقافية. كلياتنا ربينا على هي التفاصيل الجميلة، بس لما نقول حداثة بتلاقي نوعا ما الموضوع مختلف، هلا الانفتاح على التكنولوجيا، العصر اختلف، ومع ذلك هي التفاصيل بعدنا متمسكين فيها وجزء أساسا من هويتنا الثقافية. كتير حلو، وهذا الموضوع كمان هام كتير بالنسبة لنا وبالنسبة لطلاب الجامعة اللي كنا عم نشارك معهم بالمعرض. صحيح، هي الحداثة والتجديد بالتراث العربي هي لمسة كبيرة كتير انه نشتغل عليها لحتى نوجد نحن مستقبل جديد لهالحرف وانتاج جديد. صحيح، قبل كل شيء كل من شارك بهالمعرض هذا هو عمله او منتجه هو نتاج الأزمة اللي مرينا فيها، هذا الصمود تبعه والمنتج يلي أعطانا إياه هذا نتيجة صموده، ورغم كل الصعوبات يلي مرينا فيها كان عم يشتغل بورشته وعم ينتج، وهالمعارض اللي عم نشوفها نحنا وعم يعرضوا فيها هالمنتجات الحلوة هي كلياتها قوة لنا ونصر لنا لتراثنا بالذات. نحنا هدفنا قبل كل شيء بالمشاركة هو تعريف الحرف التراثية اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا لجيلنا الجديد. صحيح، لجيل الجامعات والطلاب يلي عم يتفاجئوا إنه معقول هي شغل سورية، شغل إيديكم. نحن من سنتين في كلية الهندسة المعمارية بعتت الطلاب تبعها اللي عم يتخرجوا ويعملوا مشروع التخرج بالورشات الحرفية، بعتوهم لعندي، صرت ابعتهم كل واحد انت شو بتحب الحرفة تعمل عليها مشروع تخرجك، هذا يقول نفخ زجاج، هذا يقول صدف، هذا يقول مزيف، كل واحد على ورشة يروح يعمل المشروع تبعه ويقدمه. كانوا من الطلاب لمسنا منهم محبتهم لهالحرفة وقت اللي تعرفوا عليها وعرفوا تاريخها او عرفوا كيف طريقة صنعها، يستغربوا يقول معقول يعني انتوا عم تشتغلوا هلا هيك، نحن ما عنا علم. هذا شيء نحن معرفة كبيرة كسبناها انه عرفنا جيل جديد لحتى كمان هو بالمستقبل يذكرها لابنائه لجيرانه للي حواليه لحتى تستمر هالحرف ونتواصل فيها للمستقبل باشياء جديدة. حتى انه من خلال هالشيء عم ندعي انه اي انسان ما له مرأة بالدراسة
أو مو هوايته الدراسة، إنه نحن فاتحين معاهد ندربهم تدريبية مجاني لهالحرف التراثية. مين قائم فيها؟ السيد وزير الصناعة أعلن عن دورة وقمنا فيها، يمكن سبق جينا حكينا فيها هون، دورة اللي أقام فيها صحيح. مجانية لحتى إنه هالحرف تستمر وتبقى لطلابنا، تبقى لجيلنا لمستقبلنا، وتستمر ونحافظ عليها. هاي أهم نقطة أستاذ لهم هي الاستمرارية. بس كيف لقيت اليوم الطلاب؟ يعني نحن اليوم يعني طلاب غير جيل وغير زمان، كل حدا له زمانه ومكان، يعني أفكار جديدة لإلهم. يعني كيف كان القبول هاي القصة؟ يعني رائعين كانوا وقت اللي عم يجوا يوقفوا. هلأ شوفي، في طلاب لا تبالي تمشي بتشوف وبتستمر، في طلاب بتلاقي بيسألوا أسئلة بالفعل بتقولي في عنده موهبة بقلبه، بيعرف شيء عن هالحرف، بيسأل أسئلة يعني محلة، أو فيها لفت نظر إنه هو فهمان شيء بهالحرفة أو عم يستفسر على شيء معين. هذا نحن شجعنا كتير إنه نعطيهم معلومة، ما نبخل عليهم بالمعلومة، حتى تاريخ الحرفة نقول لهم كيف كانت تنصنع وكيف هلأ صرنا عم نشتغلها، كيف كانت بالبدائية باليدوية ما كان في تيار كهربائي، كيف هلأ صار مع الكهرباء، شو طورنا عليها وشو عملنا. كانوا كتير مبسوطين فيها، مبسوطين باستمراريتها. في منهم يقول يا ريت نحن نجي كل مرة يكون فاضيين، تستقبلونا نجي بس نشوفكم كيف أو نساعدكم نشوف كيف عم تشتغلوا. هاي كتير كانت حلوة من الطلاب واهتمامهم كتير حلو. مهمة وجميلة. سيد محمد، خلينا نحكي عن هاي النقطة مع حضرتك، المشاركة، تعريف الطلاب. يمكن ما في شخكار إلا ما بيتمنى يورث هاي الحرفة لأولاده. لما نشوف يعني كانت هاي الثقافة سابقا إنه دائما بيورثها لأولاده، اليوم عم نشوف الوضع مختلف. يعني ورشات تدريبية عم تحاولوا تعرفوا للطلاب، عم تحاولوا يمكن توسعوا نطاق هاي الحرفة ليكتسب أكبر عدد من الطلاب ومن أي شاب حابب ينضم لكم. طبعا هلا أنا هاي المصلحة ورثتها لأولادي، الحرفة هاي ورثتها لأولادي. عندي طفل عمره 16 سنة، أعطوه أصغر شيخ كار من الجمعية والاتحاد العام للحرفيين، سابقا عملت معه لقاء من برمضان. هلا أنا بالمشاركة هون بالكلية صار عندي تقريبا شي 8 طلاب سجلوا إنه بدهم يتعلموا هالحرفة، أنا بده يشوفوا شي حديث، شي جديد. احنا ارجيناهم شغلات جديده، يعني كنا احنا مثلا كانوا ابائنا واجدادنا يشتغلوا الكنبايه، الليوان، هالصناديق، الخزائن، غرف النوم. اليوم صار في عندنا شيء تحديث، دمجنا الماضي مع الحاضر. اليوم مثل ما شايفين علب صاروا ينزلوها بلكسي، هذا المعشق شيء حديث، هذا مو قديم. القديم كله عربي مو كبير، هلا مودرن طبعا، يعني كله نواعي صحيح. يعني صار اليوم الطالب، يعني هلا مثل اليوم مثل ما شايفه انت، اي حدا بيحسن يحمل هالشنتايه صحيح. صار في حداثة شيء عندنا بال واكبته اليوم، واكبنا يعني طبعاً. ضلينا محافظين على الحرفة وتفاصيلها ولكن واكبنا. استاذ فؤاد، خلينا نروح لعندك شوي ونحكي عن المحاضره اللي كانت لحضرتك بي اليوم الاول. اكيد انت قدرت تتاثر وتاثر ضمن المحاضرة. شو كان اليوم ضمن المحاضرة؟ شو الطروحات اللي قدمتها حضرتك؟ هي كانت مع الحرفيين، كنا اجتماعنا الأول كان مع الحرفيين قبل الافتتاح بنهار، أي قبل الندوة. نحن كان توجيهنا للحرفيين إنه نستقبل الطلاب بكل صدر رحب، نعرفهم على الحرفة بكل تفاصيل، مو همنا نبيع ونجمع عملة، نحط مهمنا هالطالب نعطيه معلومة عن تراث أجداده، عن تراث بلدنا ولوين وصلنا فيها وعن استمراريتها. كان كل الحرفيين متجاوبين معنا بهالأمور هاي، وحتى أثناء المعرض وحضورهم بالمعرض بالفعل كانوا يهتموا بالطلاب، ما أنه طالب يسأل سؤال أو يتضايقوا منه من سؤاله، لا، يرحبوا فيه، تعال بنعرفك، وبيورجوه عملي، يطالع قطعة، في منهم جايبين قطع ضمن الشغل نورجيهم كيف عم يشتغلوا. بقى بالمحاضرة احنا كان هذا همنا انه نوصل معلومة للطالب عن تراثنا وابائنا واجدادنا
ووقتنا الحاضر. طيب خلينا نحكي عن هيدا الدور للحرفيين اليوم، تعريف فينا نقول الشباب والصبايا والطلاب، يمكن مجهود كبير ومسؤولية وصعوبات كتير بتواجهكم للحفاظ على هذا التراث، يعني متمسكين بالتراث ويمكن في كتير ظروف خاصة، إذا بدنا نقول مادية اقتصادية تنقل السفر، حكينا عنها سابقا بجميع رحلاتنا الصباحية قديش كنتوا مثلا من خلال هاي القطع المزيك أساسا هي مكلفة ماديا، كنتوا معتمدين سابقا على السياحة، اليوم موضوع مختلف، عم تحاولوا تعملوها بسعر التكلفة، عم تحاولوا يمكن الربح يكون كتير بسيط، عم تحاولوا كمان تشاركوا تعرفوا فينا نقول عن التراث السوري خارج البلد. خلينا نحكي عن دوركم أنتم الحرفيين وأهميته اليوم بالحفاظ على هذا التراث والصعوبات اللي عم تواجهكم، يعني نتمنى دائما الدعم الكامل لكم للاستمرار بهي الحرف. أكيد نحن هذا الدعم يعني مطلوب مطلوب بكثرة أنه لا يعطونا قوة أنه نستمر بالعمل. نحن هلأ شوفي رغم الصعوبات اللي عدتيها وحكيتي عنها عم نشتغل، هذا صمودنا نحن، نحن مقدرين وضع بلدنا ومقدرين المؤامرة اللي انحكت على بلدنا، إذا نحن كمان بدنا ننسحب مثل اللي راح وكذا معناته نحن عم نستهتر بالبلد، لا نحن بقيانين ورغم كل هالصعوبات حتى لو كانت لقمة العيش صعبة للحصول عليها بدنا نضايل، لأنه نحن عايشين بالأمل بأمل المستقبل أنه سوريا رح ترجع تتعافى وترجع لمكانتها الحقيقية لقوتها الدولية. بورشاتنا صعيد أنه سياحة انعدمت، مو نقول انعدمت نهائيا، عم صرنا نخلق شغل جديد نمشي أمورنا لحتى ما نعطل الورشات وما نغير مصلحتنا. هذا حتى مراكز التدريب اللي قمنا فيها وعم ندرب فيها لنخلق جيل جديد يحمل الحرفة كمان. وبالفعل نحن دربنا 5 حرف، دربنا الميناء على الزجاج، دربنا العجمي أو الرسم النباتي على الخشب، الدهان الدمشقي بيقولوا، دربنا الخزف، الإيشاني، الإكسسوارات والحلي التقليدية. هدول وتخرجت الدورة بمطلع هذا الشهر، كان تخرج الدورة. بتعملوا دورات لكل الحرف؟ في حرف لأنه تلاقيها قديمة جدا يعني يجب كلها موجودة. حتى في حرف منقرضة نسيانينا عم نوجدها من جديد ونشتغل يعني فيها من جديد. شو في شيء قديم يوم رجعتوا تجددوا فيه؟ مثلا الميناء على الزجاج هي كانت منقرضة نهائيا. في تعشيق الكهرمان، في تعشيق العاج، هذا كله كانت حرف سورية ينشغل فيها هون. في المسبحة الدمشقية بيقولوا للسبحة الدمشقية كمان كانت منقرضة، عم تنشغل بالحبة هي بتنحط على المخرط أو بتنخرط بأحجار كريمة وبالبكالايت ونوع جيد يعني مو بلاستيكية. هي كلياتها هلأ عم نرجع من أول وجديد، عم ترجع على الساحة ورح نعمل دورات عليها لتدريبها ولتقويتها، مو بس إنه نذكرها، لا رح يكون في دورات وكل دورة عند دورة تانية عم نزيد حرف أكثر من الأول. واهتمام وزارة الصناعة معنا ودعم لهالأمور إضافة للمعهد التدريب المهني، كل الكادر تبعه كان مشارك معنا أثناء الدورة الماضية. هذا شيء كمان بيقوينا وبيعطينا قوة إنه نستمر إن شاء الله. سيد محمد خلينا حكينا بشكل عام عن حالة الطلاب، كيف كان تفاعلهم ضمن المعرض وحتى الحرفيين الموجودين، خلينا نحكي عن الناس اليوم، الناس اللي فاتت على المعرض وشافت هذا الجمال الدمشقي، كيف كان تفاعل اليوم الناس وخاصة شفنا بعد اللقطات إنه الحرفي عم يشتغل قطعته قدام الناس، يعني أو شيء شو إحساسك أنت كحرفي اليوم والناس هيك معجوقة وعم تتفرج عليك؟ هلا الناس وقت اللي احنا شاركنا حاطت انا كمان ورشه عمل، كمان كان ابني عم يشتغل فيها عم يرجي الشغل، الناس بتفاجئ انه فكري هذا الشغل اللي عندنا موجود كله شغل برا، ما ما بيعرفوا انه شغل هون شغل بلدنا شغل سوريا. شافوا هذا الشغل كله يعني تفاجئ وانبسط، يعني اكثريه الناس يعني ما يمرق حدا من ناحيه الصدف او من ناحيه المزاييك او من ناحيه النحاسيات الا يوقف بده يصور ويتفرج، بيصور فيديو انه شلون عم يشتغلوا، انه بدي ارجيه هي لاهله بالبيت انه شوفوا هي الحرفه عندنا موجوده. حلو التعريف اليوم طبعاً. اليوم نحن نقدر نعرف الناس كيف نحن عم نقدر ننتج هي القطعه. كان في ناس كثير بقلب المعرض يعني؟ طبعا كان في ناس كثير كثير يعني مثل الطلاب داعين اهاليهم جايين، انا كان في عندي زباين قلت لهم انا موجود بالمعرض، عزمتهم على المعرض اجوا تفرجوا، كمان تفاجئوا انه عرض حلو كثير، يعني كلنا متكاملين مع بعض، الجمعيه لامه
كل الحرفيين مع بعض صار في تكامل، صار في شيء جميل، الناس كلها عم تيجي تتفاجئ فيه شيء حلو. طيب خلينا نحكي معك سيد فؤاد، مثل ما قلنا يمكن هي حرف يدوية قديمة عم نحاول الحفاظ عليها، اليوم العصر اختلف. إذا بنحكي عن العصر اليوم التكنولوجيا، العصر الحداثة، التسويق لمنتجاتكم اليوم، للتعريف عنا أكثر، كيف عم يكون؟ يعني فينا نقول زمان أول تحول، قبل كانت الشام قديمة، الناس تعرف بعضها، هلأ على السوشيال ميديا نلاقي الناس عم تستفاد، تستثمر السوشيال ميديا للتسويق لهي المنتجات، لأنه مثل ما قال السيد محمد في كثير من الناس ما بتعرف أنه في هذا الشغل عمل يدوي وموجود بعده بقلب الشام. هلا نحن التسويق هذا الشيء اللي عم نعاني منه، انه قله السياحه اثرت كثير على اسواقنا الداخليه. صحيح. حتى كمان الوضع الاقتصادي والوضع السياسي اللي مرت فيه المنطقه ككل، كان في كثير تجار من دول الجوار يجوا صحيح بياخذوا بضائعهم او المنتج الشرقي اللي نحن عم ننجو. اول كانت زياره دائما تكون للشام القديمه بالضبط، يعني اول نحن بنتذكر نحن صغار على السوق دمشق، يعني اول وجهه للسياح كانت دائما دمشق القديمة. هي أجمل مدينة بالعالم هلأ بخدمها وبوجودها على هي دمشق. حتى التكوين تبعها بالأسواق تبعها اللي موجودة، الأسواق التراثية إن كانت شرقية إن كانت للألبسة التراثية إن كان للأعمال اليدوية، أجمل أسواق. حتى يعني بتجمع ما بين الحرفة أثناء العمل وبتجمع بين العرض للواجهات. صحيح. هذا كتير حلو وهذا كتير مميز. حتى الآن في تواصل يعني من برا من التجار اللي كانوا يجوا عم يتواصلوا معنا، إنه إذا بدنا بضاعة فيكن تشحنوا لنا، في عم نشحن نحن نبيع يعني على الاتصال على التواصل ما أتي عن السوشيال ميديا أو عن التواصل الاجتماعي. نعم عم يصير في هيك. بس طبعا وقت اللي بترجع السياحة مثل ما كانت أسواقنا بتعمى بالسياح وبتلاقي بنبسطوا وقت اللي عم ياخذوا قطعه صغيره من هالقطع هدول، بيقول لك هاند ميد، عم يروحوا يشوفوا حالهم انه هي شغل ايد ببلدهم. صحيح. وحتى الهديه يلي عم يطلع من سوريا بهديه من هالقطع هاي، يعني كانه اخذ ثروه لا تقدر بثمن، قد مو شايف حاله فيها. وحتى اسواقنا نحن تعتبر للسياح من ارخص الاسواق اذا بتجي مقارنه على سعر القطع الاجنبي بيلاقوها ببلاش او خارجا. صحيح. القطع القديمه صحيح عم اشوف قطع كثير حلوه، يعني اليوم هذا جزدان نسائي، يعني نسائي نور بيخطر لك تحمي هيك شيء؟ ايه بحسهم كثير حلوين دارجين حتى مع السنسله شفنا كثير مهضومين. شو منجده منجده بروكار من جوا قد ايه درجة العين هلا، يعني عم نشوفها على الثياب، عم نشوفها على الاحذيه، على كل شيء يعني، وداخله بروكار كمان طبعا من جوا منجده بالبروكار، البروكار يلي هو القماش الدمشقي المميز بالعالم. صحيح. كله انه صنع دمشق من الحرير الطبيعي. هلا انا بنبسط يوم تحكوا هذا الحكي انه شوف هالقطعه شو انا مو موضوع انه بيع او شراء او كذا، انا اليوم المعنوية أكثر بترفع وقت أنا أسمع أنه شي حدا عم بيحكي عن هذا الشغل عن هذا التراث، أنه أي والله شي حلو بيعطيني كثير تفاعلات. أكيد بنعتز وبنفتخر فيكم. وقتنا خلص، أكيد تحية لكل الحرفيين السوريين للجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها، تحية لكل شركار بعده قاعد بشغله ومستمر بهي الحرفة. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. وكمان نحن تحية لكل من دعم هالحرف التراثية، من كان وزارة الصناعة، اتحاد عام الحرفيين، واتحاد دمشق الحرفيين. ان شاء الله بنتمنى دعم اكبر معنا كمان. بفريق متكامل لحتى نستمر بهالعمل ويكون انتاجنا للاحسن وللافضل للمستقبل. ان شاء الله بنتمنى لكم كل الخير، صباحكم حلو هيك مثل هدول الاشياء الحلوه اللي عم نشوفهم. بنتمنى اكيد الدعم لكم وتكونوا رسالتكم تحملوها للاجيال اللي جايه. ان شاء الله يسعد صباحكم. نحن مكملين نور ضمن فقرات صباحنا غير لليوم، ولكن قبل ما نروح لمساحتنا الثانيه خلونا نكون بموجز لاهم الاخبار السياسيه المحليه والدوليه مع زميلتنا شيرين مصطفى. يسعد صباحك يا شيرين. صباح الخير رشا، صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجرا حي المخفية بالمنطقة الغربية لمدينة نابلس وسط إطلاق نار من قبل المقاومين الذين تصدوا للمقتحمين.
أضافت المصادر أن قناصة قوات الاحتلال انتشروا على بعض المباني في حي المخفية، وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت مسنا وأسيرا، كما اعتقلت شابا بعد مداهمة بناية سكنية في حي المخفية في المديدة، وانسحبت باتجاه المنطقة الغربية. الاحتلال اقتحم بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 4 منهم. أكد عمدة سيفو سيتبولا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة بالقرب من مطار بيلبيك في سيتاسوبول بالقرم. من جانب آخر، كشفت سلطات الاحتلال بمدينة إينورغودار أن قوات الأوكرانية قصفت المدينة بصواريخ أمريكية من طراز هيمارس، كما واصلت استهداف المنشآت المدنية والأبنية السكنية في خيرسون. وقد وجهت السلطات المحلية دعوة لسكان المقاطعة لإخلائها بسبب القصف الأوكراني العنيف الذي يستهدفهم. أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن بضخ 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياط الاستراتيجي في السوق الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي كبير أن الدفعة الجديدة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سيستكمل ضخ 180 مليون برميل المعلن عنه في الربيع استجابة لارتفاع الأسعار. كما أضاف المسؤول أن بايدن سيعلن عن الضخ الجديد ويؤكد استعداد الإدارة الأمريكية لإجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا الشتاء، إذ كانت هناك حاجة إليها بسبب الإجراءات الروسية أو غيرها التي تعطل الأسواق العالمية. وفي خبرنا الأخير، اعتقلت الشرطة الفرنسية عشرات المحتجين اشتبكت معهم خلال تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد تنديدا بالسياسة الحكومية الفرنسية الاقتصادية. وشهدت مختلف المدن الفرنسية احتجاجات واسعة للمطالبة بزيادة الأجور وتنديدا بإجبار الحكومة العاملين في مجال مصافي ومستودعات الوقود. وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن السلطات اعتقلت 11 شخصا في العاصمة الفرنسية، مضيفة أن 107,000 شخصا على مستوى البلاد لبوا دعوة الاحتجاجات. وتوقيف تسيير القطارات بين الأقاليم بنسبة النصف تقريبا في الوقت الذي دعت فيه عدة نقابات إلى إضراب على مستوى البلاد في ظل الغضب بسبب التضخم الذي لم تشهد له فرنسا مثيلا منذ عقود. ختام الموجز، والآن عودة إليك رشا. شكرا يا شيرين، وبقيت نهار حلو لإلك. أما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية ضمن فقرات صباحنا غير لليوم. أما هلأ رشا بننتقل لمحطتنا التالية، رح نسلط في الضوء على نشاط إعلامي وتوثيق لكاتب وصحفي حمل سوريا بقلبه بكتاباته حتى بالاغتراب، ليكون صوت للحقيقة التي تريد أن تبصر الشمس مرة أخرى وعراب للمحبة مرة أخرى أيضا. واليوم ضمن صباحنا غير رح نتحدث عن مشاركة بمعرض الكتاب السوري لعام 2022 ومجموعة أنشطة رح يحكي لنا عنها بشكل موسع الكاتب يعقوب مراد، مؤسس ومدير مركز التوازن الإعلامي في السويد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يعقوب. خلينا هيك نبلش من المعرض ومن مشاركتك، وكيف كانت زيارتك اليوم؟ الكاتب وقت يكون عنده خبرة وعنده أرشيف ما أي عنوان ممكن يلفت نظره، فاليوم خبرنا كيف كان واقع المعرض. شوفي لك، أنا من بداية الحرب على سوريا حرصنا أنه كل ما بيكون في أي فعالية ثقافية أو أدبية أو أي سياحية حتى، أنه نحن بنحرص أنه نشارك فيها، خاصة اللي بيكونوا مغتربين من برات البلد. يعني اليوم لما كان مثلاً نفتح معرض دمشق الدولي مثلاً، كنا نحرص ننزل نحن مع رجال أعمال وننزل على معرض دمشق الدولي. لما بلش معرض الكتاب الدولي وقت بدأ بأسد 15-16-17-18، كنا نحرص أنه نحن نحضره. اللي يمكن توقف فترة أنه بشأن موضوع الكورونا. واليوم لما عرفنا أنه مثلاً معرض الكتاب السوري، انه اليوم انه بلش ما بين 2 ل 12 ما بين 12 ل 22، فكانت عندنا اياها انه هذه فرصه لنا انه نحن انه نشارك فيها. يعني بنسبه حضورنا اول شيء هي المعرض ببلدنا، والكتب كتبنا، والكتاب والشعراء اصدقاء لنا،
وهي فرصة نحن نزور سوريا لأشياء أخرى، وبنفس الوقت أنه نحن نشارك ونطلع على المعروضات على الشيء الجديد. ومجرد وجود المعرض الكتاب معرض ثقافي هو إنجاز لهالظروف الصعبة اللي عم تعيشها سوريا. قبل ما نحكي عن الأنشطة، مثل ما قلت أنت نشط دائما بتجي على البلد بمحبة كتير كبيرة لتقوم بعدد من النشاطات والمشاركة بعدد من النشاطات. قبل ما نحكي عن هاي النشاطات خلينا نحكي عن مشاركتك بمعرض الكتاب السوري. بشو مشارك؟ بكم كتاب؟ الكتاب عن شو بيحكي؟ ملخص التجربة شو هي؟ شوفي أنا مشارك بكتابين. مشارك عن طريق الهيئة العامة للكتاب بكتاب اسمه عراب المحبة، ومشارك عن دار دلمون الجديدة بكتاب الحقيقة أريد أن أرى الشمس لصاحبته الست الرائعة عفراء هدوبة صديقتنا، أكيد نوجه لها تحية. أنا كمان بوجه لها التحية. ضيفتنا لليوم دائما لأنه شجاعة فعلا، لأنه مقدامي فعلا، يعني أنه بتمد اليد حتى للناس اللي مش قادرة تنشر، مش قادرة تدفع، مش قادرة تتكلف، بتساعد وتعمل، بس بهمه هو الإنتاج الجيد. وكتير بتضحي وكتير بتتعب. عن جد أنا كتير بحترم لها الست هذه. عراب المحبة تفاجأت أنا فيه، هو من منشورات الهيئة العامة للكتاب. يعني أنا تفاجأت فيه إنه تاني يوم ثالث يوم عم يتصلوا فيني بعض الفنانين والأصدقاء عم يقولوا لي أستاذ الكتاب مو موجود بالمعرض يعني. فرحت أنا على المعرض عم أسأل، يعني رحت أنا والفنان أحمد ملي عم نسأل الموجودين عن الجناح، عم يقول لي والله يا أستاذ خلص الكتاب. ما قد حلو. أنا أول ما يقول خلص الكتاب أنا انبسطت كثير، وكاد بقول لك بس إنه كان تاني يوم ثالث يوم المعرض. قلت له طيب ليش ما بتجيب بيحكي الكتاب إذا عراب المحبة. قلت له طيب ليش ما بتجيب المستودع؟ قال ما بقى فيه بالمستودع. حلو. طيب يا الأحلام اللي جاي من المعرض وبدها هيدا الكتاب، طيب يعني تكون جاهزين. بعتقد إنه هون كان ممكن إنه يكون إنه في تحضير إنه بالنسبة للكتاب، يعني ناس قاصدين، وأنا خاصة إنه موجود إنه أنا جاي والكتاب يكون ينفذ من السوق. ما توقعت، ما كان في توقعات انه ينفذ بهي السرعه. يبقى يعني انه في كتب بيبقى هلا بمعرض 2019 مثلا، انا كان عندي كتاب انه نفذ واضطرينا نجيب. انا متعود بمعرض كتاب بتونس مثلا مرتين نفذ وطلبنا من بيروت وبعثوا لنا شحنه مباشره ثاني يوم وصلت. يعني هو هيدا الكتب، يعني الكاتب يعني اجمل سعاده عنده لما بيقول انه لما بيشوف صحيح. العالم عم لا تاخذ الكتاب تبعه لعم تشوف انتاجه ليعرفوا انه شو كاتب. صحيح. فالكتاب الحقيقه اريد ان ارى الشمس كمان بتمنى انه ياخذ مكانته هون بسوريا. خلينا نعرف الناس شو عن شو بيحكي هيك بس لو لمحه بسيطه. شوفي الكتاب هو باوروبا منشور باسم في حضن الشيطان. الكتاب هيدا تحملنا معاناه كثير قويه منه، انه خلال 3 سنوات بلشنا فيه باواخر جيت لهون على سوريا ببداية الحرب القذرة على سوريا. وبعد منا رحت أنا واثنين بروفيسوري سويدية وبروفيسورة سويدية، عملنا جولة استغرقت معنا بشكل متقطع حوالي 3 سنوات. بلشنا من فندق أفريقيا الموجود بتونس، واكتشفنا أنه من 2009 كانوا مجتمع الماسونية كانوا مجتمعين هناك، ومن هناك خططوا للربيع العربي. وبلشنا نكتشف معلومة تاخذنا لبلد ثاني، معلومة تاخذنا لبلد ثاني، لحتى وصلنا ل 13 بلد. تعرضنا لمضايقات كثير، تعرضنا ل يعني لضغوطات كثير اكيد جدا جدا. انا كسر ضلعين عندي بتونس بتركيا عفوا. يعني اخر شيء نحن توصلنا لهالحقائق انا كنت استخدمها بس كرمال محاضراتي لما نحكي عن سوريا، لما بحكي انه شو صار سوريا. بعدين اجتنا انا فكره انه انا اعمله كتاب، اقترح علي فعملته كتاب. فلما انتشر بأوروبا صار كل الجاليات السورية الموجودة بروما جالية سورية تبعت وراي يروح وقع الكتاب وعمل محاضرة بفرنسا بالدنمارك بالنرويج. انشهر الكتاب، فقلت انه ليش ما بننشره يعني ببلاد عربية. فأجينا لهون كان في انه بس انه الكتاب لاقى جد ترحيب خاصة من اكبر الناس، يعني لاقى كتير ترحيب الكتاب. وبس انه كان انه لو في تغيير بالعنوان انه الشيطان مو مرغوب باسم الشيطان كتير بدا. ف تعاونت انا وسمحت المفتي وبوجه له التحيه، واخترنا حطنا 4-5 عناوين اتفقت انا وياه بعد ما قرر الروايه وعجبته. فاخترت انه نحن كلياتنا بالحقيقه نحن عم نبحث عن الحقيقه، انه الحقيقه نريد ان نرى الشمس. فنشر اولا بدار نشر اول شيء بدار الرافدين، ونشر اول ثاني شيء بتونس، ونشر كمان بسوريا. واليوم هو يباع ب 23 بلد بالعالم، اخذ 17 جائزه،
وريعوا كلياته بكل هالبلاد هذه كلها لمصابين الحرب بسوريا. لحد هلا صار من هذا الكتاب وقسم من محاضرات 149 كرسي و13 جمعيه استفادوا من هذا الكتاب. قد حلوه هي التشاركيه اليوم نور بين حتى لو كان برا البلد هو، ولكن اليوم احساسه اي عم بحكي بشكل عام كان مغتربين او كان كتاب داخل صحيح. البلد او خارج البلد، انه يبقى هذا الاحساس مع ابناء وطنه. يعني لفت نظري بس كلمه حكيتها انه انت اضطريت تغير العنوان. اليوم الخط الاحمر دائما احنا في خطوط حمراء اعلاميا كتابيا دراميا حتى يعني، ولكن دائما بيقولوا لك انه الحريه بتعطي الكاتب الابداع. اليوم هاي الخطوط الحمراء ممكن تاثر على مستوى كتابتك؟ هلا ما في شك، بس انه انا كمان لما بكتب هلا انا بجولتنا اللي عم احكي لك عنها يعني تعرضنا لاشياء كثيره. هلا في اشياء انا بعرفها انه يمكن ما في داعي انه ممكن تجرح او ممكن انه ما حتفيد بالسياق الدرامي، بقول ليش انا اللي حتوجه فيها مثلا اذى لفلان من الناس صحيح. او اذى انا بقدر بتلافيها بشيء افضل. يعني انا من الناس لما الهيئه العامه للكتاب نشرت عراب المحبه، لانه هن مثلا بيعرفوني مثلا انه اخترنا 10 قصص انسانيه انا عشتها. يعني عشت لما امي حملتني على ظهره وكانت تاخذني على المدرسه، قصص انسانيه انا والفنان ممدوح الاطرش انا ودوريد لحم، قصص من خلال حياتنا الاجتماعيه اللي كنت انا عم اعيشها فكتبوها عراب المحبه. يعني اسمه يعقوب مراد عراب المحبه، انه كنت عم احاول كل الوقت انه يعني ما بحب انه واحد يحكي كثير عن حاله، بس انه كنت احاول انه اعطي نوع من الانرجي من الامل، لانه سوريا اليوم عم تمر بازمه كثير قويه بحاجة وحرب كثير، وعم حس انه مثلا الانسان تعب واللي ضحى واللي عمل. طيب نحن اقل ما يمكن نحاول نعمل شيء صحيح نحن انه غادرنا البلد مثلا 38 سنه انا مغادر البلد، بس يعني بس ما فيك تكون بعيد طول الوقت. انا بل بالبلد وخارج البلد، وهذا الشيء اللي نحن بنقول قديش حلو يعني لما تحكي عن واقع البلد ووجع البلد وبنفس الوقت بترمم هذا الوجع بايرادات مثلا كتابك. هي فينا نقول الكيمياء، يعني هي المعادله قديش حلوه. يعني في رساله كثير حلوه من خلال المشاركه، مثل ما قلت نشر الكتاب، عم تقول رعايه الكتاب لمصابين الحرب، وعم تحكي عن يعني انت عم تحكي عن الوجع السوري وترمم الوجع السوري بنفس الوقت من خلال كتاباتك. انا اول واخر انا سوري. يعني انا قبل اي شيء انا سوري. انا ولدت بهذا البلد بلاش، وانا درست بلاش، وانا اخذت شهادتي بلاش، وقادر اني اتصرف اني انا سافر برات البلد. يعني باي باي؟ لا اليوم مو بس انا، في خليه كبيره بعرفهم من صحيح. الوطنيين أكيد. بروما بميلانو في مغتربين كثير مغتربين بالوقت اللي بلشت الحرب، هن بلشوا كانوا يضخوا اموال وعملوا مشاريع بعده مدن بسوريا صحيح. يعني في السوري اينما كان بالنهايه 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 هو سوري، دمه سوري وكلياتنا دمنا سوري. فلذلك نحن بنحس انه شو من عملنا لو عملنا شغله صغيره، لو قدرت انا ساعد طفل، لو ساعد ابن شهيد او ام شهيد شغله وحده. انا بفتح الميل بكره كل يوم الصبحيات لما بشوف هيدي بتعيط لي بابا انا وصلني الكرسي، لما بتعيط لي هيدا شكرا كثير انا وصلوني الشناتي تبع المدرسه. يعني انا بحس انه بشعر انه انا قادر انه اعمل شيء انساني صحيح. وحسسه انه نحن رغم انه بعيدين بس نحن معكم. هيدا هي طب شو مخبينا هلا بالمستقبل في نشاطات تقوموا فيها بعد معرض الكتاب السوري؟ شوفي هو مو قضية انه بس معرض كتاب، انا دائما بحب انه اقرن شغلي. انا هلا عم اجهز لوفد نحن اسسنا كنا خلال الحرب مجموعه اسمها بيان وارسو. فبيان وارسو كنا نحن دائما من 23 بلد كنا نختار من كل بلد شخصيه، وكنا ننزل على سوريا نجتمع ببيروت كلياتنا وننزل على سوريا نعمل مؤتمراتنا بالشيراتون بالداماروس، ونزور مستشفى 601 ابناء الشهداء، شو فينا نقدم، نعمل لهم احتفال بدار الاوبرا لاهالي الشهداء، شو فينا نحن نساوي كمغتربين كنا نساوي. انا هلا كان عندي فكرتين، هي الفكره اللي طرحتها وطبعا على طول في تواصل، انه راح من المغتربين العرب نقي 23 شخصيه، كل شخصيه من بلد، يعني مغربي تونسي جزائري. انا رحت على تونس وبعرف قديش محبتهم وتعاطفهم معنا، في جروب بوجه لهم التحيه كل يوم أربعة الساعه 1 الظهر بيعتصموا قدام وزاره الخارجيه التونسيه ومطالبه بعوده العلاقات السوريه اللبنانيه. من سنه 2014 لليوم ما قصروا يوم واحد، ما قصروا 4 واحد. قديش تشعر بالفخر
وانا كنت هناك وكانت الاخباريه السوريه وغطت الخبر. صحيح. ونحن واقفين برا والفضائيه السوريه غطت الخبر. يعني بتحسي انه ما بشوف هو واحد شخص ثاني وبيقول لك انا قلبي معكم يا انتم السوريين، تنبسطي ترتاحي. هلا انا عم فكر انه في هذا الناس اللي كانت عندهم صوره مشوشه على سوريا خلال الحرب، انا جيبهم من كل البلاد العربيه اللي بيسمى الوطن العربي، تعالوا زوروا سوريا، زوروا الناس، زوروا مسؤولين، زوروا كذا، اطلعوا على الواقع، جيبهم. وفي فكره هلا كان طرحها يا من يومين توفيق الاحمد نائب رئيس اتحاد كتاب العرب، اذا نحن فينا نجيب من الاتحاد الكتاب السويديين من المغتربين نجيبهم بالتعاون مع اتحاد كتاب العرب بسوريا، يصير في صله وصل وفي تعاون بيناتهم. يعني بنحاول نحقق معادله انه دائما يبقى هذا جسر التواصل ما بين الوطن والاغتراب. وفي عندي شغلة الثالثة هي انه هلا كنت بدار الرافدين قبل ما اجي ببيروت بوجه لهم التحية، عم نحكي على موضوع كتابي الجديد المهاجر. هذا اللي بدنا نسألك عنه اليوم، اختيار العنوان يعني لحاله المهاجر اليوم، عم تقصد بحالة عامة او في شيء شخصي له؟ خلينا هيك نسرق بعض الافكار منه كونه لسات الافكار جديدة. شوفي، في انا عندي شغله بحب لك اياها انه انا ما بكتب شيء من الخيال، يعني يا اما انا عشته يا اما انا شفته يا اما ان انا يعني حسيت فيه. انا هذا الكتاب المهاجر انه هو تاريخ حقبه سوريا من سنه 1915 لسنه 2015، يعني خلال قرن من الزمن، من خلال قرن من الزمن، من خلال احداث اربع عائلات، انه من وقت اللي تركيا اخذت الاقاليم الشماليه السلاسل ازغ وقله ومذيا واللي هاجروا ودخلوا على القامشلي واللي عملوا ان كان بيت اصفر وبيت نجار وبيت مراد وبيت حنا، خلال هالاربع عائلات خلال هالمئة سنة مع تسليط الضوء على كل الأحداث الجغرافية والسياسية اللي رافقت سوريا كوثيقة. يعني هيدا حيكون ثلاث أجزاء، وإن شاء الله هيدا كمان بكون قدرت إنه أحقق شيء وسجل شيء إلى سوريا ليطلعوا الأجيال القادمة إنه يعرفوا. هذا فيها مسؤولية. عفوا، هذا فيها مسؤولية لما نحكي جداً. مسؤولية كبيرة، توثيق تاريخ 100 عام، ونحن عم نحكي عن مرحلة حساسة لما نقول من عام 1915 لعام 2015 كلياتنا، يعني نحن دارسين التاريخ ومطلعين على شكل كبير، في حساسية لتوثيق التاريخ، الظروف، المناخ، كل التفاصيل، الحقبة كلياتها، فينا نقول مراحل متعددة. الأجيال الجديدة والأجيال الموجودة اليوم للأسف ما بيعرفوا تاريخ سوريا مظبوط. اليوم أنت لما بتسلطيها بدراما، بقصة حب، بقصة أنت ماء لوطن. صحيح. وبنفس الوقت التاريخ، هلا كثير ناس ما بيعرفوا انه قبرص كانت سوريه. صحيح. الاقاليم الشماليه من فوق ما بيعرفوا انه كانت سوريه. صحيح. اليوم انت لما بتوثقي تاريخ سوريا من خلال قصه حب انتماء لهذا الوطن، في بعض المشاهد مثل القصص الوارده بهذه، يعني ما بتتمالكي نفسك، بتبكي. يعني انا اليوم اضطريت اني اسافر لعده اماكن، التقي بناس اختيارين عمرهم 95 سنه 93 سنه 85 سنه، انه يروا لي عن احداثهم، يطلعوا لي صور قديمه، يطلعوا لي وثائق وان كان عندهم اراضي. يعني انا هيدي عمليه جمع التراث، طبعا انا مو وحده، في ناس عم يساعدوا. أكيد. يعني معنا، بس انه انا بحس انه هيدا انا ممكن انه انا اقدم شيء فيه لبلدي، حتى لو انهيت حياتي الادبيه بهيدا الكتاب. أنا أديت الأمانة. أكيد. إن شاء الله أمانتك بتصل ورسالتك اليوم بتوصل إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا. اليوم نحن كتير بهمنا وبحاجة نحن تعريف بالواقع السوري. اليوم في تضليل كتير يمكن، وحضرتك عشت هاي التجربة، يعني أكيد. بنقل المعلومات ونقل الواقع السوري لخارج سوريا. نتمنى لك كل التوفيق ويضل ألمك حر، ونقدر دائما نستمتع بكل كتاباتك. بدي بس ضيف شغل زين إذا ممكن. اليوم الساعة 5:30 في تكريم لألي من منبر أوغاريت بجرمانة، وبكرة بمركز ثقافي أبو رماني الساعة 5:30 كمان في التكريم من وزارة الثقافة، هون، وفي مجموعة من الأدباء والفنانين المشاركين، وبوجه لهم دعوة كلهم أهلا وسهلا فيهم. أكيد بدنا نشكرك الكاتب يعقوب مراد على وجودك معنا، وأكيد نتمنى لك التوفيق، ونحن بنعتز وبنفتخر بشخصيات مثلك. تحية لكل مغترب سوري موجود خارج الوطن وقلبه على الوطن، عم يحاول يمكن يشتغل بأقصى ما لديه ليكون موجود على الأرض. شكرا كثير لك. وشكرا، شكرا لكل جندي، لكل إنسان صمد بهذا الوطن، ولحتى اليوم نحن موجودين هون بدمهم بتضحياتهم. نحن قادرين اليوم نفوت على سوريا، ولا لولا ذلك نحن يمكن اليوم كنا بغير وادي.
شكرا لكم. شكرا ونورت صباحنا لليوم. اما نحن نور مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، وقبل ما نروح لمساحتنا الثالثه خلونا نروح لمدينه حمص، وبمناسبه ذكرى حرب تشرين التحريريه اقام فرع اتحاد شبيبه الثوره معرض رسوم وحفل فني تضمن اغاني وطنيه وتراثيه، وذلك في مدرسه الباسل للمتفوقين بالمدينه بحضور فعاليات رسميه وذوي طلبه. بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية أقام فرع اتحاد شبيبة الثورة بحمص معرض رسوم وحفل فني تضمن أغاني وطنية وتراثية، وذلك في مدرسة الباسل للمتفوقين بالمدينة بحضور فعاليات رسمية وذوي طلبة. اليوم بذكرى حرب تشرين التحريرية دائما نحن كمنظمة اتحاد شبيبة الثورة بنسعى انه دائما نخلي هي الذكرى هي ذكرى ثابتة بنفوس ابنائنا حتى يعرفوا قيمة النصر وفاء لجيشنا البطل ولجرحانا وشهدائنا وحرصا منا على الاستمرار ببناء هذا الوطن. نتاج اعمال الطلاب مثل ما احنا شايفين يمتاز بالمستوى، في مستوى جيد معالي، حتى تقنيات مختلفة تتراوح بين الألوان الخشبية بين الألوان المائية بين تقنيات متنوعة. مهاراتنا ومواهبنا اللي عم نشتغلها إضافة لعلمنا اللي احنا هلأ عم نشتغل فيه، أكيد في عنا فن ومواهب قدرانين أنه ندمج باثنين وننظم بين اثنين لحتى نفرج العالم أنه نحن شباب المستقبل رح نقدر نبني سوريا. اليوم نحن قدمنا فقرات موسيقية بتعبر عن انتمائنا وعن عزنا بوطننا وافتخارنا لنرفع اسم وطننا بالعالي، لأنه نحن كجيل شبيبي ناويين أنه نرفع وطننا للأعلى. الفعالية تهدف إلى تنمية مواهب الطلبة الذين عبروا من خلال مشاركتهم عن حسهم الفني الراقي وقدرتهم على مواصلة مسيرة العلم ليكونوا لبنة أساسية في بناء سوريا. أسامة نيوب، الأخبارية السورية، حمص. اما هلا رشا منتقل لمحطتنا التاليه لنحكي عن صناعه النشر. اليوم قديش مهمه لتكون هي فعليا صناعه تنويريه فكريه ثقافيه بعيدا عن التجاره. كثير يمكن ظروف صعوبات عم تواجه الكتاب ودور النشر دار النشر اقتصاديا، يعني اليوم صار الكاتب يفكر ألف مره قبل ما يخطي هاي الخطوه. يعني قديش بسمع جمله انه هاي الكتابه ما بتطعمي خبز، يعني قديش صار الموضوع صعب مكلف ماديا ضغوطات اقتصادية معيشية، لكن دائما في أشخاص موجودين بحياتنا وبالمجتمع متلبسين بهي الفكرة عم يحاولوا يمكن يسخروا كل ظروفهم وإمكانياتهم لصناعة نشر لتأمين جيل بيحكي عن الفكر والثقافة بطريقة مختلفة. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع السيدة عفراء هدبة مديرة دار نشر متمسكة بهذه الصناعة صار سنين وثابتة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شكرا لكم. الأخبارية دائما بتواكبنا بنشاطاتنا بفعالياتنا، هي من الداعمين أكيد لدار دار هذا واجبنا. نحن وجهنا لك تحية قبل ما تكوني ضيفة فقرتنا. شكراً. يعني شكراً. وهذا الشيء أكيد شيء إيجابي اليوم وقت اللي أنت عم تعملي أي عمل عم تتركي أثر عند الكتاب السوريين. أكيد طبيعي، ما في شيء يعني إجباري، أي شيء ما في شيء بتضيع. صح. أي جهد إيجابي أكيد ما بتضيع. كثير حلو يعني لما كأي كاتب نحن مستضيفة بيقول جملة إنه مع هاي الشخصية عندها فكر وصناعة للنشر مختلفة، ما بتبحث عن الشق المادي قد ما هي بتقدم لك تسهيلات ما بنشوفها، تحاول تلاقي حلول دائما بنشوفها للأسف. يعني هلا شوفي، يعني نحن بالأساس أول ما تأسست دار النشر تأسست ليكون إلى دور بهيدي الحرب على سوريا اللي كانت إعلامية بالدرجة الأولى، اللي كانت بالكلمة بالدرجة الأولى. فهي يعني إيمانا مننا إنه كل شخص قادر يعمل شيء لبلده من موقعه، فنحن اخترنا هذا الموقع وبلشنا فيه، والحمد لله نحن بلشنا بال 2014. هلا صار لنا وجود على الساحه يعني لا يستهان فيه، صار عندنا عدد كبير من العناوين يلي بتاثر بالمجتمع والناس مقبله عليها بشكل حلو.
هذا اهم شيء. هذا يعني فينا نقول انه بلشنا نحقق الهدف. خلينا نركز اكثر اليوم على معرض الكتاب. خلينا نحكي عن المشاركات. وكيف كان الاقبال لهي السنه؟ يعني كيف لقيتي اليوم هذا الجهد لقى الاقبال اللازم؟ تمام. هلا شوفي بالنسبه يعني انت بدك تاخذي الامور بشكل نسبي. نسبه للعامل الاقتصادي والضغوطات اللي موجوده هلا بمجتمعنا، انا شايفه الاقبال جيد جدا. الناس عم تجي، مجرد انه تشوفي عائله جاي على عائله جايبه اولادها وجاي على المعرض هذا شيء ايجابي. تشوفي طلاب مدرسه جايين مع معلمتهم او استاذهم هذا شيء ايجابي. طلاب الجامعه جايين شيء ايجابي. الناس عم تجي حتى لو ما اشتروا، فهذا امر كثير صحي. لكن في شيء بس في جميل بالمعرض الكتاب السوري ومعرض الكتاب السنوي، في حصومات تقام، هي جزئيه كثير مهمه دائما بسلط الضوء عليها، لانه العيله لما تفوت على المعرض وعندها اثنين ولدين ثلاثه هي قادره تشتري كتاب كتابين. صحيح. بس نحن بنعرف العيله السوريه كبيره، يعني ما انا قادره تشتري خمس كتب. انتوا دائما في حصومات ضمن المعرض، في تخفيضات، في تخفيضات، في تسهيلات، في هدايا حتى. هي كثير حلوه طبعا. اكيد لطلاب المدارس، للطلاب الجامعه، خصوصا وقت بيختاروا كتب معينه، انه هيدي كتب مو اي شخص بيختار. لوين عم يروحوا على العناوين من خلال التواصل؟ شوفي هلا الصبايا بيحبوا الروايات اكثر. بيحبوا الروايات اكثر، وفي كتب مثلا انا عندي عنوانين صعبين منهم سهلين، الهندسه المقدسه والثيوصوفيا والعقيدة السرية، عم شوف اقبال عليهم. هن شوي سعرهم يعني تكلفتهم لانه غالية، فوقت بيجوا وقت بشوفهم انه بشوف شاب عمره 20 سنة ماسك هذا الكتاب، فاكيد بدي اعطيها لو 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 بالخسارة لو دفعت انا. اي طبعا اكيد اكيد، لانه هذا دور مثل ما قلت لك. واكيد بقيه الدور نفس الشيء عم تشتغل، يعني ما بدي احكي عن حالي. صحيح. بس لما نقول معرض الكتاب السوري رغم كل الظروف، يعني احنا بنقول عم تمرق، كان في زخم بالانتاج، فينا نقول الفكري والثقافي، في كميه من النشر كانت جميله، في اسماء لشباب واعدين يمكن عم يحاولوا فعليا خلال سنه يجمعوا بهيدا المال يقدروا يطبعوا ان كان كتابهم. صحيح. او روايتهم. صحيح. في عدد لا يستهان به ابدا بكتاب السوري، بمعرض الكتاب السوري. خلينا نحكي عن هي المشاركه، الاقبال مش فقط الجماهيري، العدد، يعني شفنا اعداد، حكينا سابقا مع الاستاذ هيثم عن العدد، كان ملفت، يعني كان في مشاركه للإصدارات كبيره. صحيح. للاصدارات الشباب تحديدا. صحيح. ايه صحيح مزبوط هالحكي. انا بالنسبه لي عندي يعني عندي اكثر من 10 اصدارات او 15 اصدار هن لشباب. لدار نشر واحد نحن عم نحكي، يعني بعيد، مو بس يعني بس دار نشر حضرتك. اي تمام. فكيف عم نحكي عن المعرض؟ ويعني هلا هن متفاوتين اكيد. صح. بتعرفي التجربه الاولى بدها وقت لتنضج، يعني مو بسهوله، لكن المحاوله في شيء جيد، في شيء ملفت، في شيء واعد بكاتب. خلينا نتفائل شوي. صحيح. ان شاء الله. ايه ان شاء الله. حركه الطبع ما توقفت ابدا حتى بفتره الكورونا، فتره الحرب. انا لاني كمان في مطبعه بنفس الوقت، ف يعني على تواصل مع حركه الكتاب، مو بس دار النشر تبعتي، ف بعتقد لا النشر بخير. هيك نشر بخير، ما توقف رغم كل الصعوبات، ما توقفت الطباعه ولا لحظه، على ما في صعوبه بالحصول على الورق، الكهرباء الاحبار، الماستر، كل هالقصص هي، لكن مع هيك لا الحركه ماشيه. احنا بحرب يعني بالنهايه، فنسبيه الامور لا ممتازه. طيب خلينا نحكي اليوم، انتم كيف قادرين رغم كل هدول التحديات؟ ذكرنا بعض التفاصيل، ولكن نرجع ونقول ثابت. الانسان عنده مبادئ ثابته بحياته. يعني انت بشكل شخصي اليوم كيف قدرتي تتجاوزي هدول التحديات؟ يعني اليوم انا ما تقولي انا اليوم تعبت، انا ما بقى فيني خلاص، هدول صار الوضع اكبر، صار التحديات اكبر مني. يعني هلا هو كل ما زاد التعب كل ما زادت اصرار اني لا بدي ابقى، هو تحدي وهو واجب بالأساس، هو دور مثل ما قلت لك. رح ضلني يعني مثل ما الجندي ما في يقول بالحرب اني انا والله تعبت بدي اترك، انا نفس الشيء ما اكيد ما حاترك.
ما حأترك لآخر لحظة. يعني أكيد. إذا أنت بدك تتركي وأنا بدي أترك وغيرنا بدي يترك، فاليوم حيكون الوضع أكيد ما حدا فينا بيقدر يترك. يعني نحن بظروف، خصوصا بهي ظروف الحرب، نحن ما لنا ظروف طبيعية. أكيد أنا بحس أني اللي بتخلى عن دوره بهذه الحرب أكيد هو هو خاين. ما فيني أنا هيك بشوف الأمور يعني. إن شاء الله يا رب دائما تبقي بهي الهمة وبهيدا النفس، ونحن دائما نعتز بالشخصيات السورية اللي عم تحاول يمكن تبذل أقصى جهدها لفعليا تبقى موجودة رغم كل الظروف. خلينا نحكي عن الحالة الثقافية اليوم، كيف بتشوفيها من خلال الاحتكاك الدائم؟ يعني حضرتك نشطة بشكل كتير كبير، مثل ما قلتي مو فقط عندك دار نشر، أساسا عندك مطبعة ودائما متواجدة بجميع المعارض بهذا الجو، وعم نشوف يمكن ما كنا نشوف هذا الزخم، عم نشوف توجه كتير كبير للشباب. يعني عم تحسي انه في حنيه للكتاب، في حنيه لبعض هي التفاصيل. هلا هذا الموضوع بتشوفيه من خلال حفلات التوقيع اللي بنعملها، في اعداد كبيره جايه، حفلات التكريم اللي عملناها. يعني مكتبه الاسد المدرج الكبير مليان دائما، يعني عملنا 4 حفلات تكريم خلال مسيرتنا لقامات ادبيه كبيره بسوريا، كان الحضور لافت، شباب ومثقفين وحتى عائلات، يعني كان في شيء كتير بيبشر بالخير. حتى حفلات التوقيع بتشوفي الأعداد اللي عم تجي، طيب هذا مؤشر أيضا. فلا بعتقد الأمور بخير، لو تراجعنا شوي بسبب الظروف مثل ما قلت لك، لكن بشكل عام لا جيد. حكيتي نقطة كتير مهمة وكتير إيجابية، أنا كنت بدي أسألك إنه اليوم وقت بيكون في توقيع لأي كتاب نسبة الحضور عم تقولي لي عم تكون كتير ممتازة جيدة جدا، والفئة العمرية، يعني نحن اليوم شبابنا كله سوشيال ميديا، يعني حتى الورقي بعدنا شوي عنه ورحنا للشيء الأسرع بسبب ظروف بشكل عام يعني. ولكن طرحتي شيء إيجابي. تمام طبعا طبعا، خلينا نحكي شيء لبكرة. هلا بدي أقول لك حتى يعني كتير بيجيني ناس إنه نحن أريانين هذا الكتاب على النت، لكن بدنا على فكره ما حلو على النت، انا كثير بحاول اني مثلا ما في متعه، ما في متعه 50% من متعته، ما في مثل ما تمسكي الكتاب تشمي ريحه القلم، تحطي خط تحت الشيء تنيه جنبك، يعني كل هاي القصص تورثيه لاولادك فيما بعد. يعني انا بالنسبه لي اهم شيء ورثته من والدي هو مكتبته. يعني هذه بالنسبه لي ثروه ما ممكن اني اتنازل عنها. انت لمين بكره حتعطيها؟ لكل الشباب، اي حدا بيحب القراءه. قد ايه كنا نمسك روايات، يعني انا هلا برجع هيك كتب قديمه بكون كاتبه مقدمه 2013 2014 قبل، بالضبط. بقول انه انا قد ايه تغير تفكيري من هذا الوقت. هلا اذا بدك انا احيانا بنزل على الكتب يعني اللي اصحابها، ما بدي اقول مستعمله، ما في كتاب مستعمل، لكن الكتب اللي كان إلى أصحابه وهلا بتشوفيها مثلا إنه باعوها أو أهدوها لمكتبات أخرى، بيكون عندي الكتاب، أنا بكون مقتنيته للكتاب، لكن باخده بكون قديم، باخده بحب أعرف هذا اللي أرى إنه شو مسجل، كيف أرى الكتاب، شو مسجل ملاحظات. عندي مجموعة كبيرة من هدول الكتب أنا بحبها. طيب خلينا نحكي معك ست عفراء، اليوم شو الصعوبات اللي بتحسي بتواجهكم كفينا نقول دور نشر؟ يمكن اليوم عم نشوف التكلفة، نقص المواد عالية جدا. شو الدعم اللي لازم يكون موجود؟ يعني في جهات ومؤسسات. هلا في شيء بقى يعني فوق طاقة. نحن طاقتنا هيدي، يعني بعتقد مؤسسات الدولة هي لازم تقوم بدورها بهذا الموضوع. يعني أنا فترة يعني أحيانا نقص الورق، يعني أحيانا ممكن نبقى شهر بدون ورق، فهذا أمر كتير خطير، يعني بيأثر على الحركة مهما كان عندك. ما حيأثر عليك ما بس ما حيأثر درت يعني على هاي النمة وهذا الإصرار أكيد ما حيأثر. الحقيقة كان عنا تكريم لأبونا الياس زحلاوي، صحيح، وطبعنا مذكرات، وكان في وقت انه ما في ورق، بعرف نقصني، طبعت الكتاب الاول والثاني نقصني، يعني نقصني 12 معهم بس، فانا انه في وقت ما في مشكله، وانه اليوم بيجي الورق بكره بيجي الورق، صار 10 ايام وما اجى الورق، ف بلشنا مشي الحال، يعني
بطرق أخرى قدرنا. شكرا لصباحك وشكرا لهذا الإصرار والإيجابية اللي أعطتينا طاقة حلوة. شكرا ست عفراء لحضورك. بتمنى لك التوفيق. أكيد في مثلي كتار وبوجودكم أكيد. وبوجود هاي أكيد سوريا رح ترجع أحلى من ما كانت. شكرا إن شاء الله يا رب. ست عفراء هدبة مديرة دار النشر أكيد نتشكرك على وجودك معنا. أما هلأ مشاهدينا بنبقى بأجواء مكتبة الأسد ومعرض الكتاب السوري والنشاطات والفعاليات التي تقام هناك مع توقيع كتاب للكاتب الدكتور وائل معلا، الكتاب التعليم العالي تحديات وآفاق. التفاصيل بالتقرير التالي. في القرن 21 اللي سمي بعصر المعرفة، مؤسسات التعليم العالي تكتسب أهمية خاصة لأنها هي التي من يعني الجامعات والمعاهد هي التي تنتج المعرفة وتنشرها عبر برامجها ونشاطاتها البحثية. لكن قطاع منظومة التعليم العالي في شتى أنحاء العالم تواجه تحديات كبيرة في هذا العصر، أهمها توفير فرص الالتحاق بالتعليم العالي، تمويل التعليم العالي الذي أصبح مكلف جدا جدا، أيضا العلاقة بين الجامعات وسوق العمل، دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا الكتاب يبحث في جملة هذه التحديات ويطرح حلول لها أو يستعرض التجارب العالمية في إيجاد حلول لها، ويحلل هذه التجارب ويستلهم منها الحلول التي تناسب الواقع السوري. طبعا كما يستعرض التطورات اللي طرأت على هذا القطاع، قطاع التعليم العالي في الإقليميا وعالميا، سواء في مجال حاكمية هذا القطاع أم في مجال تمويله أم في بالنسبة للمبادرات الوطنية التي اتخذتها بعض الدول لتحسين تصنيف الجامعات وتطوير هذا القطاع. وقبل ما نكون بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، رح ننتقل لموفد الإخبارية علي معلا في قصر المؤتمرات لنكون بنقل وقائع الاجتماع الخامس السوري الروسي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين. يسعد صباحك يا علي. صباح الخير علي. صباح الخير لك رشا ولسادة المشاهدين. طبعا كما قلت نحن الآن في قصر المؤتمرات في دمشق، نرصد لكم وقائع اليوم الثالث من الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة المهاجرين السوريين. طبعا هذا الاجتماع الخامس يأتي بالتنسيق بين الجانب السوري والجانب الروسي. طبعا نحن الآن في مدخل قصر المؤتمرات كما ترصد لكم عدسة الإخبارية، يتم الآن الاستعداد لمعرض صور عن مدينة معلولة ونيكولسكوي. طبعا هذا المعرض لمصير دير مارتقلة في معلولة ودير نيكولو فاسيليفسكي في جمهورية دونيسك الشعبية في مدخل قصر المؤتمرات. أيضا سيكون في تمام الساعة 11 توقيع لاتفاقية بين الجانب السوري ممثلة بوزارة الثقافة وأيضا جمهورية دونيسك الشعبية والجانب الروسي. هذه الاتفاقية تأتي ل إعادة ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية، هذه المدينة التي تشارك الجيشان السوري والروسي لتحريرها مرتين من براثن الإرهاب بعد أن قدموا تضحيات جسام. للحديث أكثر عن هذه الاتفاقية معنا الأستاذ نظير عوض مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا. أهلا بك أستاذ نظير. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير. صباح النور. نسأل عن أهمية التنسيق بين الجانب السوري والروسي فيما يتعلق بالجانب التراثي. الحقيقة هناك تعاون يتطور يعني بشكل جيد جدا. هذا التعاون يتمثل بأكثر من اتفاقية للعمل. الاتفاقية التي نعمل عليها أو التي سنوقعها الآن هي اتفاقية تتعلق بترميم قوس النصر مع الأكاديمية الروسية للعلوم لتصبح
الأمانة السورية طرفا ثالثا في هذه الاتفاقية. الاتفاقية موقعة سابقا بين الأكاديمية الروسية للعلوم ووزارة الثقافة المديرية العامة للآثار والمتاحف، لكن الأمانة السورية تدخلت في المرحلة الأولى ومولت تنفيذ المرحلة الأولى، وبالتالي أصبحت طرفا ثالثا في هذه العملية، طرف سوري ثالث طبعا في ترميم قوس النصر. طبعا الاتفاقية هي للعمل في مكان محدد في تدمر وهو قوس النصر. لترميمه انتهت المرحلة الأولى كما ذكرنا، وهي مرحلة مهمة كان من خلالها أعمال دراسة لما يسمى الركام للحالة الفيزيائية للأحجار، أعمال تحليل يعني لبعض الأشياء التي استخرجت من المكان بعد إجراء أعمال تنقيب منهجية على طرفي القوس للوقوف على حالة ما يسمى حالة الكتلة التي يستند إليها يعني قوس النصر بالعمودين الحاملين لهذا القوس. فهناك الكثير من الدراسات التي أعدت وسلمت البارحة آخر دراسة إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف، وبحضور الأمانة السورية أيضا التي استلمت نسخة عن هذه الاتفاقية أو نسخة عفوا عن هذه الدراسة وعن هذه التحاليل. وهناك إجراءات أخرى أو دراسات أخرى ستتم من خلال أجراء إسبار لدراسة ما يسمى ميكانيك تربي لكلا الجزئين اللذين يستند إليهما قوس النصر في القريب العاجل، ويستعد الأطراف الثلاثة فيما بعد للمرحلة الأكثر دقة والمرحلة التي تتطلب منهجية مختلفة من الناحية الإدارية والفنية وحتى من الناحية التقنية، وهي إعادة إعمار أو تركيب أو ترميم قوس النصر كما ذكرت. هل سيكون هنالك أماكن أخرى يشملها التنسيق بين الجانب السوري والجانب الروسي لإعادة الترميم في المناطق الأثرية؟ طبعا مع ذات المكان أو ذات المركز الأكاديمية الروسية للعلوم هناك أعمال على توثيق بعض الكنائس التي تعرضت للتخريب في ريفي حما وحمص، وهي دراسات توثيق ثلاثي الأبعاد ودراسة لهذه الكنائس. نحن نتمنى أن يكون التنسيق يتطور نحو يعني نحو الإيجابية ويشمل مساحات أكثر كما قلنا، لكن هذا ما نعمل عليه مع هذا الجانب، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع متحف الأرميتاج التي كان يعني لديهم رغبة للعمل في متحف تدمر لكنها لم تفعل بشكل جيد حتى الآن لمجموعة من الأسباب، لكننا نأمل في القريب العاجل أن تفعل هذه الاتفاقية التي فعل جانب منها وهو المشاركة في أعمال ترميم لقطع تدمرية أثرية في متحف عمان. الخبراء كانوا من جانب الأرميتاج لكن متحف عمان هو الذي مول ودفع كل ما يلزم لإتمام هذه العملية. فيما يتعلق أيضا بهذه الاتفاقية التي ستوقع اليوم، هل من معلومات عن مدة زمنية للانتهاء من ترميم قوس النصر ولو يعني كمعلومات أولية من خلال الجانب السوري؟ عادة تحدد ضمن الاتفاقيات طبعا أزمنة لهذه الاتفاقيات ولهذه الأعمال، لكن العمل في مثل هذه الأوابد معقد وقد يعني يصادف الكثير من الأعطال أو عفوا يصادف الكثير من الصعوبات، فيجب الاتفاق على تمديد العمل. لا نرى أن يجب أن يعني في الاتفاقيات يجب أن يحترم الزمن المقرر داخل الاتفاقية، لكننا نحترم أكثر أن يتم العمل وفق منهجيات ومعايير عالمية لإعمار أو لبناء قوس النصر لما له من أهمية للسوريين وأهمية لتدمر لكونها مسجلة على لائحة التراث العالمي، وأن كل الأعمال التي تجري الآن وستجري مستقبلا هي أعمال تأتي في إطار الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الحكومة لرفع تدمر عن لائحة الخطر التي وضعت عليها بعد نشوب الحرب. وبالتالي بالنسبة لنا الأهم هو المعايير والإجراءات الصحيحة في أعمال الترميم حتى لو استغرقت زمنا أطول مما هو مقرر. نحن نتمنى التوفيق بطبيعة الأحوال للجانب السوري والروسي في إعادة يعني الأعمار وخاصة للمناطق الأثرية التي يعني سوريا وروسيا قدمت الكثير من التضحيات لإعادة تدمر مرتين من تنظيم داعش والإرهابي. طيب نشاهد أيضا مجموعة من الصور، هي نتعرف عن المعرض سيكون في تمام الساعة 11:30 أيضا هنالك معرض صور لتعريف بالواقع الروسي.
هذه الصور تعرض حوالي 28 موقع تراث عالمي سجلت على لائحة التراث العالمي في ما يسمى الاتحاد السوفيتي وفي ما يسمى الآن أو يعني روسيا الحالية. هي مواقع حوالي 28 موقع متنوعة ما بين مواقع طبيعية ومواقع تاريخية ومباني ومواقع أثرية، تعرف هذه اللوحات على هذه المواقع وتاريخ تسجيلها على لائحة التراث العالمي وما تتميز به. نشير إلى أن الجمهورية العربية السورية لديها 6 مواقع مسجلة على لائحة التراث العالمي، كان آخرها المدن المنسية أو المدن البيزنطية في ريفي حلب وأدلب، وهي حوالي 8 باركات أو 8 مواقع أثرية سجلت. لكن هذا التسجيل كان ما يميزه أن التسجيل طال المواقع الأثرية وما يحيط بها من مواقع طبيعية ومن بساتين طبيعية وأماكن طبيعية مارس فيها السكان أعمال زراعية مهمة تسمى التراسات أو المدرجات الزراعية في محيط هذه المواقع. وهذا العمل قبل في عام 2011 وأدرجت المواقع هذه أو الباركات الثماني أدرجت على لائحة التراث العالمي، إضافة إلى صلاح الدين وقلعة الحصن وتدمر ودمشق وبصرة. مدير عام المتاحف والأثار في سوريا الأستاذ نذير عوض، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لك. إذن رشا، كما تابعت يعني هذا جزء من فعاليات هذا اليوم الثالث من الاجتماع الخامس التنسيقي بين دمشق وموسكو لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة المهجرين السوريين، كما ترصد لكم عدسة الإخبارية يعني تواجد عدد من الزملاء الصحفيين لتغطية فعالية هذا اليوم في قصر المؤتمرات في دمشق. طبعا كان هنالك العديد من الفعاليات في اليومين الأول والثاني في أكثر من قطاع خدمي وعدد من الوزارات السورية. سنكون معكم بطبيعة الأحوال رشا لمواكبة جدول أعمال هذا اليوم الثالث. عودة الآن إليك رشا لمتابعة برنامج صباحنا. شكرا لك زميلنا علي معلا، ونحن مكملين أيضا بنهاية صباحنا لليوم ودرب حلب ومشيتوا. تحياتنا أكيد لأهالي حلب. بفقرتنا الأخيرة رح نحكي عن تجربة وبرنامج بيسلط الضوء على نبض الحياة في شهباء، وبرنامج درب حلب رح يحكي عنه أكثر زميلنا ومراسلنا في حلب أنس رمضان. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباحكم. صباح الخير يا أنس. كثير بعيدة الدرب اليوم، تأخرت علينا؟ تأخرت لأنه طريق سفر وكنت جاي يعني. طمنا أول شيء حلب كيف؟ تمام. خلينا هيك نروح مشان نستغل شوي الوقت نحكي اليوم عن درب حلب، شو قصته؟ شو الفكرة؟ كيف شغلي. طلعت الفكرة معك؟ أنا صار لي صحفي بالإخبارية السورية من 2011. شفنا كل شيء مر على حلب من حصار، من حرب، من تخريب، من دمار. فبكل فترة بتمر الشيء اللي اشتغلتيه قبل يعتبر أرشيف. صحيح. فلقينا كتير مهم اليوم نبلش وثائقيات بهذا التوقيت. ليه بهذا التوقيت؟ لأنه هلأ عم نعيش مرحلة إعادة إعمار، إعادة ترميم، إعادة الحياة لحلب القديم، وهذا شفناه بكثير مطارح بالأسواق القديمة. صحيح. لذلك كان لابد أنه نشتغل بهاي الفترة على وثائقيات. لهيك إجت فكرة درب حلب، وعم نكفي يعني. أول حلقة كانت عن الأسواق القديمة. الأسواق هلأ اللي بيروح عليها بشوف أنه قديش هي أسواق عظيمة، لكن إذا حدا طلع على الأرشيف على التاريخ اللي قبل، أي عم نحكي عن سنوات أزمة الحرب، بتلاقي هاي الأسواق صارت بالأرض مدمرة، وقبل الحرب كان فيها حياة وهلأ عم ترجع لها الحياة. فهذا الشيء بيحملك مسؤولية كتير كبيرة أنه أنت بنت حلب أو بنت سوريا، تمام، أنه لازم تعملي شيء. فمن هالمنطلق أنا ومعي مجموعة كتير حلوة، كتير شباب مبدعين، أكيد نوجه لهم تحية. ما بعرف إذا فيني أذكر أسماءهم. أكيد شكلهم. محمد معمار، محمد صباغ، يزن عبدالله، في يعني رامي جزماتي، حكمة عقيل. هدول الأشخاص شباب مبدعين، عم نحاول قدر الإمكان نقدم شيء بكيف بدي اقول لك بالمستوى اللي عم ينعمل عالميا اذا بدك. ان شاء الله بالتفاصيل الصغيره عم نشتغل عليها. بس لما نقول انس عمل توثيقي فيها مسؤوليه كثير كبيره. ولما نحكي عن اهل حلب الجزئيه كثير مهمه، معروفه عن اهل حلب كيف كانت الاسواق وكيف فينا نقول الحرب دمرت هاي الاسواق، كيف رجعوا اهالي حلب عمروا. المعروف عن اهالي حلب ثاني يوم يرجع بيحاول يزيح التراب والدمار ويرجع يحاول يفتح محله سوقه. هي جزئيه قديش مهم توثيقها يعني للناس،
لما نقول درب حلب يعني الحياة من أول وجديد، يعني في حياة رغم كل الظروف. إذا كمان نرجع بالذاكرة لورا بنشوف وقت اللي بقول لهم أنا لما تحاصرنا بطل في عنا طحين صرنا نحن نعجن، لما بطل في مي قطعوا علينا المي صرنا نحن نحفر لمية الآبار إلى 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 آخره، بكل شيء خدمي تمام. فما بالك أنت بقصة الحياة، هاي التفاصيل. أنا آسف على هاي الجزئية بس بتذكر لما، وهذا رح نشوفه بالوثائقيات اللي جاي كمان، قصة القذائف. لما كانت تنزل القذيفة نعم كنا ننقل الجرحى، كنا لم إذا بدك الأنقاض اللي خلفته هاي القذيفة، بعد بدقائق قليلة كانت ترجع الشيء اللي عم تحكي عنه نوري اللي هي الحياة، إنه إحنا بدنا نعيش ما فينا نموت. لذلك عم نحاول قدر الإمكان نطالع كل تفصيل بالحرب على سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص. لآخر حلقة عرضت عن ساحة الحطب، ما بتعرفي قدي شخصيات عالمية زارتها وكتبت عن جمال هاي الساحة، علما هاي الساحة خلينا نقول انه هي انشئت حديثا كتاريخ قديم بعام 1400 ميلادي لما تيمور لانك بلش يخرب المدينه القديمه، انشئ هذا الحي، رغم انه هذا الحي عمره خلينا نقول مئات السنوات، الا انه الساحه كثير كانت مهمه. انت عم تحكي عن مدينه اكثر من 12000 سنه، عم تحكي عن مدينه يعني اقدم مدينه ماهوله بالتاريخ كمدينه، فهاي هذا الشيء بيحملك مسؤوليه كثير كبيره. الحرف اللي رح يطلع انت لازم تتاكدي منه من صياغته، اللقطه، الشيء اللي عم تشتغليه، الناس. واهم شيء برايي انا بدرب حلب على الصعيد الشخصي انه توثقي الناس، لانه الناس هي شاهده على هذا العصر صحيح. القديم والحرب وصولا لهي الفتره. طيب خلينا هيك نحكي بشكل سريع، نحن اليوم عم نحاول ضمن الوقت المتبقي نغطي درب حلب. اليوم كان درب حلب او خلينا نقول دروب اليوم سوريا كلها كان فيها مشاكل وفيها توثيقيات كثير مهمه صارت اثناء الحرب. اليوم انس كرمال انت تعمل ماده توثيقيه وثائقيه بحاجه لدعم، كان انت او فريق الاعداد، اليوم لشو انت بحاجه انت وفريقك لحتى تقدر توثق الماده بشكل كثير صح؟ لا لك شغله، هي شغله بتزعل، انا اسف. هلا انا بدي اشكر غرفه تجاره حلب معنا تمام بهذا البرنامج، بدي اشكر ادارتي لانه اداره لما ادارتك تثق فيك بتعطيك الثقه لتشتغلي هيك صحيح. عمل كثير مهم، فهذا الشيء كمان مسؤوليه. لقول لك شغله بتزعل كثير، بتزعلني انا على الصعيد الشخصي. اليوم في قنوات تدفع مبالغ كثير كبيره تمام لحتى توثق اي حاله. نحن خلينا نكون صريحين، نحن امكانيات ماديا نحكي ماديا نحن عندنا امكانيات، نحن عم نحاول، نحن كل بيعرف تفجر مبنى الاخباريه بدروشه، في ألف قصه صارت عنا، الضغط الحصار على الاعلام الحكومي، فهذا الشيء خلانا ننتقل لحتى انه استفاد من كل الخبرات. لكن اليوم بدنا دعم من كل الجهات، مو شرط انه الدعم مادي، ما هذا المعنى الحقيقي، دعم. لانه انا اليوم ما عم بحكي شيء عن شيء لأنس رمضان مثال او شيء للاخباريه، أنا عم بحكي عن مدينة الأمم المتحدة بمرات عديدة تمام حذرت إنه هي أخطر مدينة لا ينصح بزيارتها بأكثر من مناسبة وبأكثر من اجتماع، ونحكي عن هذا الموضوع. هي المدينة اللي حذرت منها الأمم المتحدة اليوم كلها خلية عمل صحيح. لو تطلعي على جوا المدينة القديمة، المدينة أطراف المدينة، الريف الحلبي، بتلاقي قديش الناس بس حست بالأمان بلشت تشتغل. هذا المعروف، وهذا المعروف عن حلب، عن سوريا وأهل حلب. وقتنا هيك خلص يعني، وكنا بتمنى تبقى معنا أكثر لنحكي عن هذا الموضوع بس لا أكيد بالمحطات القادمة ورحلاتنا الصباحية القادمة رح تكون لك مساحة رح نحكي أكثر عنه، لأنه عم تحكي عن عمل توثيقي مهم عم تحاول يكون مثل ما قلت بداية حديثك على مستوى عالمي ضمن إمكانيات. بتمنى من خلال منبر الإخبارية تتلقى الدعم الكافي ليشوف النور. شكرا كثير لك. شكرا أناس اليوم، وثاني مره تعال بكير إن شاء الله. نحكي اكثر، خلينا نفتح دروب كثير الى اليوم. بالتاكيد انا كثير بشكركم على هاي المساحه، وبرجع بقول لك شكرا لكل الناس عم تشتغل معنا، شكرا لك ويا رب الكل يدعمنا، لانه هذا الشيء اولا واخيرا لحلب بشكل خاص ولسوريا بشكل خاص. اكيد صحيح. تحياتنا لكل فريق الاعداد اللي عم يشتغل اليوم بافلام التوثيقيه لدرب حلب، وتحياتنا لاهلنا بشهبه وللاكلات الطيبه، يعني ما فينا ما نعدي عليها ابدا. عملت حلقه عن الاكلات، حلقه اولى في جزء ثاني لا بدنا ندوق ما بدنا
كتابه اكيد خلص. شكرا لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم، وان شاء الله يا رب كنا على ذوقكم وقدرنا نقدم لكم الاشياء اللي بتهمكم بحياتكم اليوميه. بقيت نهار حلو لكم، لاقونا بكره 9:30 صباحا بفريق جديد بصباحنا غير من هلا لوقت، تكونوا بالف خير. شكرا يا نور، وبقيت نهار حلو لك. نهارك سعيد اكيد رشا، بنتمنى يا رب هنهار يحمل الخير والبركه وراحه البال والرزق الكثير والانفراج لكل الناس. ملتقانا بكره بنفس التوقيت، باي. الى اللقاء.